السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بنعمل تسويق مجاني وفرصة في منطقة الوادي الجديد بالفرافرة بقرية أبو هريرة. عندي شركة عاملة فلتر رمل عشان يحجز الرمال اللي طالعة من البير لما نيجي الناس تشتغل شبكة الري. عندك الطاقة 75 كيلو، عمق البير 325، ونشوف بعض المميزات. الغاطس 5 مراحل على عمق 75 متر، بتستلم الأرض ليزر بالمنظر ده. التربيعة نص فدان عليها محبس 6 بوصة، الأرض خليط، نسبة ملوحة المية 350 ppm، ملوحة التربة لا تتعدى 1500 ppm، وهي لسه بكرة اهي، تربة خليط. بتستلم الفدان ب35,000 جنيه من الشركة. الأوراق بتاعتها من المحافظة بالأمر المباشر. إيجار بغرض التملك، قدامك فترة سماح 3 أعوام بداية من اليوم. بعد ال3 سنين بتبتدي تدفع الأقساط للدولة، القيمة الإيجارية حسب القانون 1550 جنيه، في 23 ضعف. في ناس كتيرة مش عارفة الموضوع دوت، فاحنا بنختصر عليه بنقول 1550 جنيه في 23 ضعف، شوف هيطلع لك حاجة و30 تقريبا، في حدود 37,000 جنيه. بيتقسموا على 10 سنين، كل عام بيدفع القسط 3700 عشان تاخد العقد النهائي من الدولة. بجانب ان انت كمان ليك حرية الزراعات، يعني عندك الارض واخد التصريح بالنخل والشجر والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية وكله. يبقى احنا كده اتكلمنا على البير، الطاقة، الغاطس، وش المية على 50، البير على 120 فدان، المعاينة مجانا بدون اي سمسرة، تبعد عن الطريق العام اللي هو بين الفرافرة الداخلة 1300 متر فقط لا غير. القرية اقرب قرية جنبيك قرية ابو هريرة، فيها كل الخدمات الحكومية، اسعاف، مستشفى، مكتب بريد، معهد ازهري من الحضانة لغاية الثانوي، مدارس خاصة ومدارس حكومة، مطاعم، قهاوي، كافيهات. الايجار ممكن تتحصل على غرفة في حدود 600 700 جنيه، تتحصل على شقة في حدود 1500 جنيه. الارض حلوة ممتازة، فيها خدمات كتيرة جدا جدا. ارقام التواصل معايا 002-011-048-73348، منتظرين تشريفكم. انت بتستلم ارضك بسكة والجسر، الليزر، المحابس، حصتك في البير والطاقة. لو انت بتروي غمر هتاخد ميتك كل 12 يوم، لو انت بتروي تنقيط في الصيف هتاخد يوم ويوم، في الشتاء هتاخد كل يومين. انا كده اتكلمت معاكم في كل شيء وكل النواحي، عشان في ناس كتيرة بتقول الشفافية والمصداقية، و احنا مش عايزين حاجة على الخاص، احنا بنقول كل حاجة على العام. يمتنع الوسطاء، يمتنع الوسطاء. اللي عايز الارض مستعدين نعملها لكم. في هنا جار عزيز عملنا له نبات الاشواجندا اللي هو الجينسينج اهو،
لسه مزروع اول امبارح، في النبات الجنسك معمول دراسة الجدوى بتاعته، الفدان بيتكلف زراعة بعمالة بشبكات بكله كله في حدود 15,000 جنيه، 6,000 شتلة. عندك كمان زي ما انتوا شايفين كده على بعد النخيل، بتاخد 65 نخلة صعيدي بالكيب بالشبكة بكل حاجة برضه ب15,000 جنيه، غير تمن الارض اللي احنا بنتكلم عليه ب35,000 جنيه. يبقى كده الفدان واقف عليك في النهاية، لما تيجي تقول ان انا اتملكت من الدولة ومعايا العقد النهائي والعقد والحيازة واللي واللي واللي، 72,000 جنيه بعد 13 سنة اللي هي 3 سنين فترة السماح ما بتدفعش فيهم ولا مليم، وبعد كده بتدفع لمدة 10 سنين من الاقساط، فيا بلاش. ساعتها ال 72,000 جنيه هيبقوا ولا اي قيمة. والدليل ارجع 13 سنة فاتوا كان الجنيه كام والنهاردة كام. تحياتي لكم جميعا، ومنتظر منكم التجاوب الفعال.